من قال أن لوحة الفنان يجب أن تكون ورقية، لوحية أو صلبة؟ نعلم أن الفنانين ما في أي حد لرؤيتهم الفنية، فمثلا هنالك فنان من اليابان متخصص في الرسم على الأجسام والوجوه، وقد اغتنم شهرة واسعة بعد ما أمضى 16 سنة في هذا المجال. نتحدث عن كازا توكا جيرو ساكاغامي، أو من يعرف بمواقع التواصل بأميزينج جيرو. تتميز أعماله بالواقعية المفرطة، وذلك بسبب الأساليب المتقدمة والمبتكرة اللي بيستخدمها في لوحات الرسم. طبعا لوحاته هم المودلز أو الأشخاص اللي بيستخدمهم كعارضين، واللي يميز هذا الفنان هو إتقانه لتأثيرات معينة في الرسم بتجعله يتقن رسم الجلد البشري وتعابير الوجوه الواقعية. والجدير ذكره أنه جيرو بيعمل أيضا كمخرج فني للأفلام وللإعلانات، وبيضع لمساته المذهلة هنا وهناك.